بصبح عليك يا ايمن في البدايه، منورنا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مريم، ويعني بالتوفيق في تجربتك الجديده، وصباح الخير كريم وعلى كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. صباح الفل عليك يا ايمن، وطبعا بالنسبه للقرعه اكيد انت تابعت كل فعالياتها، وعايزين نعرف بقى ايه رؤيتك للي اسفرت عنه القرعه دي. وفي ناس كانت سعيده ان احنا يعني على الاقل لقائنا مع مانشستر سيتي مؤجل لغايه لو ربنا كرمنا، يعني ان شاء الله وصلنا الماتش النهائي. فرؤيتك ايه للقرعه دي ونتيجتها؟ طبعا لا، قرعه يعني البدايه بتاعتها قد تكون قويه جدا. يعني احنا بنتكلم ان 99% الاهلي هيقابل اتحاد جده، نظرا لان كلنا عارفين اوكلاند سيتي منافس متواضع، رغم ان هو معتاد طبعا على التواجد في كاس العالم للانديه بحكم تصنيفه في اوقيانوسيا وان هو تقريبا المسيطر هناك، ولكن يعني هو فريق متواضع مقارنه بنادي اتحاد جده بتاريخه وتدعيماته الحاليه وصفقات شايفينها في الكره السعوديه مؤخرا والصفقات، بالاضافه لان اتحاد جده هيلعب على ملعبه وسط جماهيره، فبالتاكيد يعني الكف ارجح طبعا ان الاهلي يلاقي اتحاد جده في الدور الثاني. فهي قرعه صعبه لان انت هتلاعب ممثل الدوله المستضيفه، نادي صاحب شعبيه وصاحب تاريخ، يمكن اللي شويه بس مش هنقول بيقلق جمهور الاهلي، لان النادي الاهلي لا ما بيقلقش من حد، النادي الاهلي هو البطل، الناس هي اللي بتقلق منه، لكن تاريخ النتائج بتاعه الاهلي واتحاد جده شويه مش لطيف، فيمكن تكون دي فرصه لو المواجهه تكررت في كاس العالم للانديه النسخه الحاليه ان النادي الاهلي يكسر سلسله النتائج دي مع اتحاد جده، زي يعني الفتره الاخيره يعني في السنوات الاخيره تحديدا النادي الاهلي في بعض النتائج كده قدر ان هو يكسرها ويتخطاها. فان شاء الله ان لا يعني لو المواجهه تكررت يبقى فقل حسن للنادي الاهلي، ان شاء الله تبقى فرصه ان في دي اخر نسخه بشكلها الحالي اللي هو السبع انديه، وزي ما استعرضتم كده تاريخ مشاركات الاهلي وان هو اكثر الفرق مشاركة واكثر في افريقيا تمثيلا في البطولة، النادي الاهلي ان شاء الله في النسخة الموسعة بقى اللي هي 2025 بمشاركة 32 نادي في امريكا هيكون برضو موجود بصفته بطلا لافريقيا، فدي حاجة جميلة جدا وبنسعى بيها كلنا. طيب أيمن، خلينا نتكلم شوية عن شكل الفريق في النسخة دي، أكيد هيكون ليه شكل مختلف، يعني تتفق معايا في يعني وجهة النظر دي. فكرة إن كولر مستلم الفريق من بداية الموسم، حقق على الرغم من إن هو ما كانش بادئ مع النادي الأهلي في بداية الموسم من يعني الموسم اللي فات، وحقق الحقيقة موسم استثنائي. شايفين موسم جديد بيبدأ بكل قوة، شايفين ان هو يمكن كولر بيعتمد اعتماد مختلف شوية، بيوظف توظيفات مختلفة للعيبة. يمكن شفنا امبارح يعني او تابعنا نتيجة الودية اللي حصلت امبارح، كان نتيجتها يعني مطمئنة الى حد ما لبداية الموسم. شايف ازاي ممكن النسخة دي تكون موجودة في وجود يعني مارسيل كولر، خاصة ان هو مستلم الفريق من بداية الموسم وهيشكله يعني يمكن بالطريقة المناسبة بالنسبة له. كمان فكرة الحضور الجماهيري، انت اتكلمت عن ان نادي اتحاد جدة اكيد ليه يعني هيبقى فيه حضور عريض من الجماهير، ولكن ايضا هيبقى على الجانب الاخر برضو فيه عدد كبير جدا من جماهير النادي الاهلي في السعودية، وشايف انه ده ممكن يوصلنا لنهائي هذه النسخة من كأس العالم للاندية؟ يعني طبعا اتفق معاك ان النسخة دي اكيد هتكون مختلفة. طبعا مارسيل اول مشاركة ليه مع الاهلي في كأس العالم للاندية كانت مميزة، مباراة ريال مدريد تحديدا اعتقد ان هي واحدة من المباريات اللي خلت كولر يبقى عنده قناعات معينة في طريقته ادارة النادي الاهلي في المباريات، لان برضو الراجل كان الفترة دي يعتبر نقول ان هو يعني كانت فترة استكشاف لي مع الفريق، رغم ان هو في يعني وقتها في مرحلة الاستكشاف دي كان بيحقق بطولات. فالمرة دي الميزة ان الراجل قاعد معانا وقت اطول في المعسكر، والمعسكر للامانة فيه ايجابيات كثيرة جدا ومهم جدا وتوقيته مهم جدا قبل بطولة كاس العالم للاندية. النادي الاهلي عنده مباراة السوبر الافريقي، عنده الدوري الافريقي،
بشكله الجديد. فالنهارده في بطولات هتخلي ان النادي الاهلي يستعد بقوه لكاس العالم للانديه. انت قلتي نقطه مهمه جدا، الجمهور الاهلي في السعوديه، ويمكن يعني امبارح بعد القرعه على طول كلنا عارفين الجمهور السعودي بيتفاعل بشكل سريع جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ابتدوا يتكلموا في الجزئيه دي تحديدا، ان اللي خلاهم يقعوا في سكه الاهلي اللي جمهوره ممكن يحتل ملعب الفريق وان هم يبقوا اكتر منهم في السعوديه. فطبعا ده بياكد قد ايه وبيبين قد ايه شعبيه النادي الاهلي في كل مكان في الدول العربيه. احنا شفنا جمهور الاهلي في السعوديه خلال بطوله كاس العالم للانديه لكره اليد السنه اللي فاتت، وهنشوفه كمان في النسخه الحاليه. يعني شفناه السنه اللي فاتت كان عامل ازاي في كاس العالم للانديه لكره اليد، ما بالك ببطوله كاس العالم للانديه في كره القدم، ولسه كمان في سوبر جلوب، ولسه في كاس سوبر الافريقي. فالسعوديه زي ما بنقول كده الايام اللي جايه هتشوف زحف جماهيري اهلاوي كبير جدا، بالتاكيد ممكن يكون ليه عامل مهم ان فرصه النادي الاهلي في النسخه دي تحديدا، وزي ما بنقول دي اخر نسخه بالشكل ده، ان فرصه حلوه ان احنا نصعد نهائي. لما بتحطي مع بطل امريكا الجنوبيه في الطريق بيبقى افضل طبعا نسبيا بشكل كبير ما تحطي مع بطل اوروبا الطريق. يمكن بطل امريكا الجنوبيه حتى الان لم يتحدد، ولكن بتبقى ادفانتج حلوه. فالنهارده ما يعني دور الثمانيه وارد تبقى مواجهه قويه، السيمي فاينل برضو اكيد هتبقى مواجهه قويه، ولكن الطريق يعني افضل من ان انت تبقى موجود مع مانشستر سيتي. فاعتقد ان هي فرصه طيبه للاعيبه النادي الاهلي الجيل الحالي، يعني الجيل الحالي لو قدر يصعد النهائي ده يحطوا هدف كده بالنسبه له، لو قدروا يصعدوا النهائي يبقوا عملوا حاجه ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي. يعني احنا عشان مش عايز اطول طبعا على المستمعين، بس هي الفكره ان الجيل الحالي بنقول ان هو جيل مميز جدا، حقق بطولات كبيره جدا وكتيره جدا، لكن يعني وصوله لنهائي كاس العالم للانديه وان هو يلعب على الذهب او الفضه دي هتكون حاجه استثنائيه بتخص الجيل ده لوحده. فالنهارده دي فرصه كويسه ليهم، واتمنى ان يكون في حساباتهم، واتمنى ان الظروف وتكون مساعدانا، لان كمان احنا عندنا ضغط مباريات صعب جدا. ان شاء الله مستر مارسيل كولر يقدر يتعامل معاه بالشكل الامثل يعني. ان شاء الله. طيب برضو فرصه وانت معانا على التليفون يا ايمن نعرف منك بقى ونتكلم شويه عن الموضوع اللي كان حديث المدينه الفتره الاخيره والكلام اللي رايح جاي فيما يتعلق بمساله انتقال محمد صلاح للدوري السعودي والنادي الاتحاد جده، والعروض الخياليه اللي بتتقدم كل شويه وبتترفض كل شويه الى اخره. احنا بنسال السؤال ده وفاضل 24 ساعه على غلق باب القيد، فيعني في تخيلك هل في ممكن يكون في مساحه لوجود اي مفاجات في هذا الاطار؟ طبعا يعني هو حديث العالم كله الموضوع ده تحديدا. محمد صلاح قيمه كبيره جدا كلاعب يعني من اساطير ليفربول الحاليه في يعني كان في العصر الحديث. محمد صلاح هو ابرز نجوم ليفربول، التخلي عنه موضوع صعب جدا بالنسبه لليفربول وبالنسبه للكلوب. يمكن لسه الصحافه بتتكلم ان اتحاد جده لم يستسلم، فطالما اتحاد جده لم يستسلم ومن جانب صلاح ووكيله ما حصلش اي نفي يبقى الباب مفتوح. الباب مفتوح، واعتقد ان يعني اللي بيتردد حاليا ان العرض اللي ممكن اتحاد جده يقدمه قد لا يرفض من جانب ليفربول، لان انت بتتكلم النهارده كريم ان محمد صلاح ممكن يصبح اللاعب الاغلى في التاريخ، يعني اغلى صفقه في تاريخ كره القدم. بنتكلم بعيدا عن نيمار، لان نيمار من برشلونه لباريس سان جيرمان بنتكلم في شرط جزائي اتحط، لكن النهارده تفاوض مباشر ما بين ناديين، محمد صلاح ممكن يبقى اغلى لاعب في تاريخ كره القدم، هيبقى اغلى او اعلى راتب في التاريخ كره القدم حاليا، يعني بالاعود اللي احنا بنسمعها. احنا برضو بنتكلم بناء على التقارير العالميه والتقارير السعوديه. سريعا، محمد صلاح وكيله نفى اول عرض خالص كان يخص اتحاد جده محمد صلاح، لكن بعد كده ما كانش في اي نفي، بل ان الكلام تردد ان محمد صلاح ما عندوش اي مانع ان هو ينتقل للدوري السعودي، ولكن لن يضغط على ليفربول او يقدم اي طلب
احتراما وتقديرا للنادي، وان هو هيكمل تعاقده لو نادي ليفربول رفض. فهنا هي الفكره كلها، هل اتحاد جده هيقدر يقدم العرض الذي لا يرفض بالنسبه لليفربول، وليفربول يبقى عندهم القدره ان هم يطلعوا يقولوا ان احنا خلاص وافقنا على بيع صلاح؟ هو ده اللي هنشوفه. هو مساله يعني يكون العرض يرفض ولا لا، دي دلوقتي بعد الارقام الخياليه اللي بنسمعها بقى لنا فتره بقت حكايه نسبيه جدا، لان في ارقام كثيره اتقالت. المنطق يقول ان ما ينفعش تترفض. طبعا الموضوع صعب جدا، ويعني اي حد ما تقدرش يعني النهارده، يعني انا بوجهه نظري محمد صلاح حقق كل شيء مع ليفربول. هو طبعا لسه قدامه، يعني ربنا يديله الصحه، راجل لسه 31 سنه يقدر يكمل كمان سنين في الملاعب. طبعا الجماهير المصريه بتحب اللي ارتبطت بصلاح، كتير منها يحب ان صلاح يفضل في اوروبا، هداف انجلترا، هداف بريمير ليج، الدوري الاقوى في العالم. ولكن الدوري السعودي حاليا دوري قوي، المبالغ للامانه اللي بتعرض والرواتب اللي بتعرض من الصعب انها تترفض، لان انت بتتكلم عن ثروه مش مجرد فرق فلوس وامتيازات خياليه في سنتين ثلاثه. تقدر ان انت يعني تامن حاجات كتير جدا في حياتك وفيما بعد، يعني لسنين قدام يا ايمن، لسنين كتير قوي قدام. الموضوع صعب. ولا والدوري السعودي حاليا هو جاذب، والناس كلها بتتفرج عليه، والناس كلها بتتابعه اخباره، سواء سلبا يعني، سواء البعض اللي بينتقد الاعلام الانجليزي اللي بينتقد الدوري السعودي، او الناس اللي بتشيد باللي بيحصل والتطور اللي بيحصل في الكره السعوديه، ومن حقهم طالما معاهم الامكانيات ان هم يطوروا من المسابقه بتاعتهم ويستمتعوا بكره القدم. فخلينا نشوف زي ما بيقول هو ب 24 ساعه. صلاح كمل في ليفربول، كلنا هنبقى مبسوطين جدا. صلاح خد الخطوه وليفربول وافق وراح اتحاد جده، كلنا على طول هنقلب التلفزيون من الدوري الانجليزي على طول عشان نشوف محمد صلاح. طيب خلينا قبل ما نختم معاك سريعا يا ايمن، يعني تقول لنا، يمكن كنا بنتكلم مع بدايات الدوريات المختلفه، كنا بنتكلم وبنشيد باداء عدد كبير جدا من نجومنا المصريين في هذه الدوريات، يعني سواء مصطفى محمد، محمد شريف، صلاح طبعا، ومرموش. قول لنا كده يعني رايك سريعا في الاداء. لا يعني بدايه طيبه، بنتكلم احنا خلاص دلوقتي في الفيفا ديت والتوقف الدولي، فما قبل الفتره اللي ما قبل الفيفا ديت محترفينها بيأدوا بشكل كويس. محمد شريف امر يعني مميز بالنسبه لي، ان هو اول لما يروح على طول، بنتكلم اول ماتش عمل اسيست، ثاني ماتش عمل سجل هدف، وسجل هدف جميل. محمد صلاح النهارده بيواصل برضه تألقه. طبعا الدوري الانجليزي المنافسه فيه صعبه ومشتعله، ولكن الامانه ليفربول يعني حتى الان ظهر بشكل مميز، وصلاح بنتكلم المساهمات بتاعته ان هو بيعمل ريكورد برضه في الفتره اللي فاتت، كان بيساهم في اهداف في 10 مباريات متتاليه، ده في البريمير ليج ده حاجه مميزه جدا. بنتكلم في مصطفى محمد النهارده يعني من هداف الدوري الفرنسي، مسجل 4 اهداف، والهدف الاخير اللي سجله هدف مميز جدا كمهاجم في توقيت مصر فعلا يعني محتاجه فيه ان المهاجمين بتوعها كلهم يبقوا بحاله جيده. فمصطفى محمد واضح تطوره مع فريق نانت، طبعا نانت ما بنتكلمش ان هو من فريق يعني التوب في فرنسا، فكون ان هو يبقى ظاهر وياخد ان هو لاعب الجوله او يعني او لاعب الشهر، ده حاجة مميزة جدا. عمر مرموش كمان الهدف اللي سجله مع فريقه في الدوري الألماني وتعلق، كل ده يعني يدينا طمأنينة على ان المنتخب في خلال التوقف اللي جاي، طبعا التوقف اللي جاي الامور بسيطة، مباراة اثيوبيا احنا الحمد لله كده كده صعدنا، مباراة تونس مباراة قوية للاستعداد لتصفيات كأس العالم في التوقف الجاي، ثم كاس امم افريقيا. فدي كلها حاجات بتطمنا ان منتخبنا بخير، نجومنا بخير، لعيبه النادي الاهلي كويسين، باقي لعيبه الانديه كله بيستعد، المحترفين بتوعنا اللي موجودين في الخارج كلهم رجليهم في الملعب. فيعني كل ده مؤشر جيد للمنتخب، ونتمنى ان في كاس الامم كل ده يترجم ان في كاس الامم منتخب مصر يقدر يحقق اللقب الغائب من سنوات بعيده.
ان شاء الله خير. ان شاء الله بقى لازم تيجي تنورنا، بقالك فتره غايب عندنا في الاستوديو يا عم ايمن. مش هينفع كده باذن الله. معلش ما بس انا بلتزم بالقوانين مره في الاسبوع. ربنا يصلح الحال. سعداء بوجودك معانا سواء من خلال التليفون او تشريفك لينا في الاستوديو. بتشرف دايما برنامج 10 الصبح في الاهلي، يعني هو كان خطوتي الاولى للتواجد الدائم في قناه النادي الاهلي، ف ده شرف كبير ليا ان انا دايما ابقى موجود معاكم في اي. نورتنا يا ايمن، نورتنا. شكرا ليك جدا ضيف يعني. شكرا ليك جدا.